هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. كما تعلمون اليوم مقابلة مهمة، مقابلة القمة ما بين فريق سبورتينغ تال البيضاء وفريق البلدي العيون. كما كنا كنتظروا غتكون مقابلة قوية، مقابلة فيها الندية وطبق كروي جميل، هادشي اللي شاهدنا حاليا. كما تعلمون كذلك تربطنا علاقة ممتازة مع جميع الأندية وكذلك مع فريق بادي العيون اللي من الفروق العريقة واللي كتبوا تاريخ كرة القدم النسوية. احنا جد سعداء بتواجد ديالهم معنا اليوم بمدينة الدار البيضاء، رحبنا بهم كذلك، تهما دائما فاش نكون عندهم ترحبوا بنا كذلك. وهذا هو الغاية من كرة القدم، هو هذا التعاون ما بين الفروق والعمل والاشتغال من اجل النهوض بكره القدم النسويه. سي معاذ، بالنسبه للافاق ديال نادي سبورتينغ، فريق سبورتينغ كازابلانكا يشتغل من اجل تكوين فريق منظم على جميع الجوانب التقنيه او الاداريه او اللوجستيكيه، كذلك من جهه التكوين. علاش؟ لان اليوم المشروع ديال سبورتينغ يمتد للسنوات المقبله باش نشوفوا الثمار ديالو في 5 سنوات المقبلة إن شاء الله، وفي نفس الوقت تيحاول يفرض راسه ما بين أحسن الفرق في القسم الوطني الأول بالاشتغال الجاد ديال جميع أطراف الفريق. هي كما تعلمون في جميع الفرق الوطنية تقريبا اليوم تكون تعزيز الصفوف بلاعبات أجنبيات، هادشي كذلك نظرا للعلاقات اللي عندنا مع عدد ديال الفرق، عدد ديال البلدان وكذلك الفرق في القارة الإفريقية من أجل التعاون والنهوض بكرة القدم الإفريقية عامة. جد فخورين اليوم بالمستوى اللي وصلنا له، لأن أهم شيء أن كاين تطور بعد هذا المشروع اللي تم ديال لو بلان مارشال، اللي الحمد لله غادي في طريق صحيح ومشروع اللي بدا بداية موفقة، والحمد لله خير دليل هو المردود ديال فريق الجيش الملكي خلال تشامبيونز ليغ اللي رحل اللي كانت عندهم المرتبة الثالثة، وأكثر من المرتبة الثالثة كان أداء جميل وقوي لممثل المغرب بالتشامبيونز ليغ. سي معاذ، لا ديرنيير تخليو عليك. تنشكروا جميع الصحفيين الصحفيات اللي تواكبوا هذا النشاط الرياضي، لان صراحه تيلعبوا دور كبير باش يوصلوا كل كبيره وصغيره للجمهور المغربي، وهذا الشيء تزيد يحفزنا ويحفز جميع المتدخلين في كره القدم النسويه للنهوض بها ان شاء الله. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.